يسعد صباحكم يوم أحد سعيد على كل مشاهدينا مشاهدي قناة السومرية من برنامج مورنينج لايف. أكيد اليوم 29/9/2024 مقبلين على دخول يعني إن شاء الله شهر 11 بكل تفاؤل بكل أمل، إن شاء الله الأمن والأمان والاستقرار للعالم أجمع. خلينا نبلش بالمحاور اللي رح نتحاور بها خلال هذا اليوم أو نتناقش بها أكيد من أجل الوصول لجزء بسيط من كلمة الحل. الهجرة العكسية، هل يعود العراقيون إلى الوطن؟ ضيفنا دكتور أمير كاظم العارضي، دكتورة تغييرات مناخية وملوثات بيئية عبر السكايب، راح نتحدث عليه ما هي إيجابيات الهجرة العكسية من خارج العراق إلى الداخل. أيضا التحرش في الأماكن العامة أسباب وحلول، راح يكون يانا ضيفنا محمد الفارس محامي، راح نحكي على بأنه اليوم صفته هو محامي، هل القانون عالج التحرش بصورة كافية؟ مواكبة الكوافير النسائي لصيحات الموضة الحديثة، رح يكون يانا هلال علي كوافير نسائي صوت الجيل الجديد ممثلو مسرح الشباب في خدمة الفن الهادف، رح يكون يانا يونس ياسر ممثل، رح نتحدث عن شنو أهمية المسرح بالنسبة للممثل، شنو ليش أغلب الممثلين يشكون من ضعف وقلة الأعمال المسرحية بسنة 2024. ما ننسى أهم الأخبار وأحداث مواقع التواصل الاجتماعي تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك تليجرام، باقي المنصات الإلكترونية أكيد من خلال زميلتي طيبة عامر، راح نتحدث عن كثير من الأمور، آخر الأخبار، آخر الأخبار العالمية أكيد المحلية وأيضا العربية. خلينا نبلش بموضوع التحرش في الأماكن العامة، ده ياخذ حيز كبير بالفترة الأخيرة، ده ندور على أسباب وحلول، ليش لحد الآن القانون لم يعالج موضوع التحرش بالأماكن العامة، ليش مدن نشوف أنه بالشارع العراقي أكو خوف، أكو احترام، أكو ذوق بالتعامل مع المرأة، وأيضا أصبح هذا الموضوع من خلال المرأة للرجل. فخلينا أكيد نستقبل حضرة المحامي محمد فارس، أهلا وسهلا بك، نورت مورنينج لايف، يا هلا وميت هلا بك، كيف الحال؟ تمام، صباح أهلا خير. وسهلا، صباح النور، يا هلا وميت هلا، أهلا وسهلا. شلونك؟ إن شاء الله تمام؟ الحمد لله تمام، حياك الله. أكيد الله يحفظك. اليوم موضوعنا مهم جدا، التحرش يمكن احنا سنين نعاني منه بالأماكن العامة، نعاني منه بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال بعض الناس ذو النفوس الضعيفة اللي منتشرين بالمولات بالشوارع العامة إلى آخره. بدنا نشوف أنه كثير من النساء تتعرض للتحرش وتتكتم عن الموضوع، ليش؟ لأنه خوفها على العادات والتقاليد والسمعة والعرض وسمعة عائلتها وغيرها. دائما السؤال اللي نسأله لنفسنا احنا النساء، اللي احنا أكثر فئة معرضة للتحرش من بعد الرجال أكيد، وأيضا الأطفال نشوف الفترة الأخيرة، نشوف أنه ليش لحد الآن القانون لم يعالج حالات التحرش المنتشرة بالعراق، شنو السبب برأيك بما أنه حضرتك صفتك محامي؟ السبب مو بالقانون طبعا، السبب بالشخص اللي يتعرض للتحرش. اليوم يعني المرأة اللي تتعرض للتحرش ما تتجه لجهة أمنية ولا لجهة قضائية، يعني هو موجود أصلا أنه أكو مادة قانونية مختصة بهذا الموضوع بشكل عام. يعني الأساس بالبداية هو من المرأة أو الطفل اللي دا يتعرض للتحرش بسبب الأعراف والتقاليد وعيب ومن هالسوالف. يعني زين، إحنا شو كنت نظل نسكت بهذا الموضوع وبالتالي دا نشوف إنه حالات التحرش دا تزيد، الجرأة دا تزيد بالشارع، بعض الشباب صاروا يعني ما شاء الله عينك إذا هي ويا زوجها تمشي هو صافن عليها، يعني لا المحجبة خلصانة، لا السافرة خلصانة، لا الطفلة خلصانة، لا المراهقة، فهذا الموضوع صراحة كلش ده يتجاوز حده. طبعا الموضوع هو قلت لك من ذات الشخص، بس اليوم يعني اكو حالات، اكو ناس ردعت هيك نماذج اللي ده يتعرضون للتحرش، من ضمنها الاطفال اكثر شيء هسه بالاونه الاخيره، الاطفال والنساء. طبعا قبل فتره هي صارت بهيك موضوع انه طفل، شخص تحرش بطفل
والتحرش يعني بشكل عام هو يعني يا اما يكون بالكلام او الاشاره او فعل، فهذا الشخص يعني من تعرض تحرش لهذا الطفل فلاقى جزاء قانونيا. طبعا للعلم يعني بعض الناس عبالهم انه بس ينحكم وخلاص، لا اكو بعد وراه تعويض مادي ومعنوي حتى يردع هيك نماذج. فنطالب يعني خلي الناس تتجه للقضاء او تتجه لجهه امنيه هم يتخذون بإجراءات اللازمه. طيب اليوم بنت تمشي بمكان عام تعرضت لتحرش ان كان كلامي او ممكن لمس، شنو اول طريقه تتخذها؟ وين تروح؟ وين تشتكي؟ شنو تسوي؟ بالاساس لازم يكون عندها دليل، يا اما تصوير او شهود. ان كان شهود يعني اللي وياها اكيد يعني يعني ما حد يطلع اليوم وحده الا اذا اكو شهود او اكو ناس، يعني هو ما دام بمول او بمكان عام فاكو هم ناس يعني يشهدون بهذا الموضوع. فبالبدايه تروح لاقرب مركز شرطه او الاقرب دوريه، يتخذون الاجراء اللازم بهذا الشخص، يحتجزونه بالبدايه وتقيم شكوى عليه بالمحاكم الجزائيه. بعدها هو يحال الى محاكم الجنح. نعم. وينحكم ويكون حكمها هي ثلاث اشهر وغرامه ماديه او كلاهما سوءية. نشوف في بعض البلدان العربيه انه اكو لجان تفتيشيه صادره من يعني الامن الداخلي الموجود بالبلد بلبس مدني يتوزع بالمولات بالشوارع العامه لرصد اي حاله تحرش. شوف هاي الجهه، ليش احنا لحد الان ما متبعين هذه الخطوات؟ لا موجوده بس يعني ما مكثفه بالنسبه، يعني موجوده تقريبا تحت ال 50% بس ما موزعه بشكل نظام هيك مناطق. يعني مثلا هسه مثلا المناطق السياحيه تلقين بها امنيين وتلقين بها الناس اللي يعني حاسبون على اي شخص يعني يبذر من عنده اي تصرف غير اخلاقي. بس يعني بالمستقبل ان شاء الله اكو هيك شيء. ان شاء الله. شلون متاكد ان شاء الله اكو هيك شيء؟ ان شاء الله اكو هيك شيء لان احنا بتطور وحتى قوانيننا بدت يعني نصححها للافضل. وحتى اليوم يعني قانون العقوبات حتى يعني لو ما متطور يعني حاسب حساب فد 10 سنوات لي قدام، ترى ظهرت التحرش يعني ظهرت نقول بعد ال 2010. زين اليوم زادت، هل القانون العراقي ياخذ حاله التحرش بالتصوير؟ اي طبعا احد الادله هو التصوير، يعني يعني بمكان الحادث بعد ماكو اقوى من عنده. فيعني التصوير كلش مهم. وليش هسه سابقا ذكرت لك انه التصوير يعني او الشهود يعني من الموجودين هو يثبت انه هذا الموضوع او هاي الجريمه حصلت. زين برايك حالات التحرش اللي تصدر بالفتره الاخيره من بعض صراحه سائقي التاكسي ذو النفوس الضعيفه، احنا اليوم شوي نحط عليه تحتها ثلاث خطوط حمراء. يعني صرنا احنا ما نقدر نثق ناخذ تاكسي من الشارع اذا مو عن طريق شركه او ابلكيشن نقدم طلب ونحدد الديستنيشن الجهه اللي احنا متوجهين لها على مود نضمن وصولنا وسلامتنا وعدم تعرضنا للتحرش. هل برايك هذه الشركات قللت من حالات التحرش؟ اي طبعا طبعا، لان يعني هو اصلا مؤتمن وكذلك مراقب. يعني اي مشكله تصير للزبون اثناء خروجه من المنزل او من مكان عمله فاكو يعني يعطيك تقرير هل كان يعني مستوى تعامل السائق ممتاز غير ممتاز، يعني شكوى تقدر تعطيها بدون ما يعرفك انت منو اللي اعطى الشكوى. هاي شغله. شغله ثانيه هي مو بس سائقين التاكسيات هسه، هو يعني المره اذا صعدت السياره راح تتعرض للتحرش. صح. يعني من شخص ثاني هو هم سائق سياره عاديه، يعني صار يعني يعني قله وعي بالموضوع، قله وعي. طيب اليوم بنت مثلا تتمشى بكراده داخل، تعرف انت كراده داخل بعد الساعه 6 يبلش يزدحم.
تزدحم لأنه أكو وسطيات ومحلات وأكو مولات، يعني مكان متوفر به كل شيء، متوفر الأكل والذهب والملابس، وهو يعني توجه كثير من العوائل العراقية. فنقول بنت تعرضت لتحرش بإحدى المناطق الموجودة بكاردا داخل، وأكو شهود، هل اليوم القانون يستمع للشهود؟ طبعا. هو يعني كم شاهد لازم؟ اثنين أغلب اثنين. واحد؟ لا، تكون شهادة جزئية. بس يعني مو معقول اليوم ما أنا بمكان عام ما أقدر أنا اثنين ثلاثة. الناس يقول لك أنا ما أريد أدوخ راسي، تدري أنت. لا، مو هي مو ما يقدر ما يعني ما يريد يدوخ راسه، بس هاي جريمة اليوم صحيح. حصلت يمه يعني مقابلة باشر تحصل وياه يعني بالمقابل. فاليوم إذا ما أكون أنا رادع، أنا وأنت والكل إذا ما نكون رادع لهذا المواضيع راح تسود بعد أكثر وتشوفينها بازدياد. خلينا ندخل للقانون العراقي ونحكي على عقوبة المتحرش بالقضاء العراقي أو بالقانون العراقي. خلينا نذكر البنود أو نذكر طرق التحرش وعقوبتها. كل تحرش، كل طريقة لها أكيد عقوبة طبعا. فأكيد من خلالك أنت وأصحاب القانون وأنت وأصحاب طبعا الخبرة. هو اللي اختصت بهذا الموضوع المادة 402، يعني اختصت بهذا الموضوع بشكل مباشر. نعم. يعني كل شخص أساء أو تحرش لشخص بالفعل أو بالإشارة يعاقب عليه بالحبس المؤقت لمدة 3 أشهر أو بغرامة. نعم. وإن عاد هذا الموضوع خلال سنة من صدور الحكم السابق تضاعف عليه العقوبة. حلو. يعني 3 أشهر تصير 6 أشهر أو غرامة، يعني تتضاعف الغرامة. زين، خلينا نروح للقانون العراقي اللي لحد الآن بسنة 2024 ماكو أي استحداثات بخصوص قانون التحرش. يعني احنا نشوف نسمع انه اكو تشدد واكو رقابة ولجان تفتيشية وشرطة دا تطلع بالمولات وبالأماكن العامة بلبس مدني، لكن لحد الآن دا نشوف انه لم يكن هذا الموضوع رادع لبعض الشباب ولبعض البنات من ناحية التحرش. يعني هسه بالفترة الأخيرة يعني حتى صاروا البنات يتحرشون بالشباب، وهذا الموضوع موجود بإحدى الشوارع العراقية بدون ذكر اسمه. فخلينا اليوم نروح للقانون العراقي، هل هو بحاجة إلى استحداثات؟ هو طبعاً إحنا اليوم مو مثل قبل 10 سنوات. صحيح. إحنا بتطور، والتحرش هسه إحنا هم ما متوقف مثلاً على السيارة أو على الشارع أو على المكان، صار عبر السوشيال ميديا. نعم. يعني عبر المواقع التواصل الاجتماعي بس مستمر. بس اليوم أنا شلون أعدل لك قانون أو أصححه أو يعني أختص بموضوع بينما اني ما جاي دا اروح اراجع باي جهه امنيه. لو كثرتنا احنا اليوم انا وانت وغيره نردع هذا الموضوع، نروح نشتكي، نروح نقيم دعاوى عليهم حتى القانون انه يقول انه هاي اكو جريمه دا تحصل، بينما دا بالمحاكم ما موجوده، ما دا نشوف، ما دا نواجه انه اكو احد جاي دا يشتكي حتى المحاكم انه يعني تختص بهذا الموضوع بهالجريمه نقدر نعالجها. إذا أنا وأنت ساكتين ما راح يعدلون ولا يصححون على هذا الموضوع. هي مشكلة الأعراف والعادات والتقاليد أصبحت تحكم بالعراق. يعني اليوم إحنا كنساء ما نقدر نقول إنه إحنا تعرضنا لتحرش خوفا على السمعة، خوفا على نظرة أهلنا لنا، يعني إلى آخره من الأعراف والعادات والتقاليد. خلينا نروح للشارع العراقي نشوف رأي المواطن، سواء نستطلع بسيط ويا زميلتي نور الجميلي، نشوف ثقافة المواطن بخصوص هذا الموضوع، الثقافة القانونية، نشوف هل أكو رادع، هل أكو خوف، بعضهم المتحرشين منتشرين بالعراق للأسف الشديد. أكيد نور الجميلي إلتش الجو. مورنينج لايف. يسعد مساكم متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن التحرش في الأماكن العامة والأسباب والحلول. خليكم ويانا نشوف آراء الناس بهذا الاستطلاع. احنا قبل ما نخلي عقوبات رادعه وهي مفروضه، يجب ان يكون هنالك الرادع هو ضمير. يعني الشباب اليوم حقيقه يجب ان يشعر انه كل فتاتيه في الشارع هي تعتبر انه كاخت كابنه، ولهذا يكون انه جهد الامكان انه يتعامل وياها باخلاقه بتربيته بسلوكه. نعم، بعض الاحيان نلاحظ للاسف الشديد انه هنالك حالات فرديه سلبيه من بعض فتياتنا،
أنه يعني تشجع الآخرين إلى النظر أو إلى التصرف بصورة غير لائقة، ولكن يبقى أنه الرادع هو التربية والسلوك والأخلاق المجتمعية. هو بالتأكيد أهم شيء العقوبة، العقوبات اليوم مو ذيك العقوبات اللي ببال الناس، احنا نريد عقوبات رادعة فعلا، حتى شنو الخفافية كانت حال ظاهرة أصبحت حالة تحرش، يعني بأي طريق ممكن تحرشون بأي بنية، تحرشون بولد، زين هذا التحرش للأسف يعني انتشر بين الشباب. فإحنا نريد من الحكومة العراقية أصحاب القرار أنه يكون عقوبات أشد وأشد حتى شنو يخفون من هاي الحالة، وبعدين مو بس العراقيين، ذول الأجانب، ذول العمال هم اللي يتحرشون. نشوف إحنا الوضعية بالشارع يرثى لها من بعض الشباب اللي نقول عليهم همجيين، اللي ما يعرفون هاي أخت وهاي صديقة وهاي زميلة وهاي بنت جيرانك وهاي أقربائك. أفرض أن تكون هذه أختك بالشارع، كفى تحرش بالنساء. اليوم من وضعت القوانين قوانين والعقوبات اللي لبعض الشباب، أنا أعتبره أجمل خطوة، ويا ريت يكون هناك تشدد أكثر، يكون هناك مراقبة. لازم تكثر العقوبات، ولو انه مثلا شوف الشرطه يعني العقوبات الملتهين بها انه مثلا اكو حالات غير التحرش مثلا المخدرات، القتل، الانتحار، فهذه كلها يعني المفروض يعني التحرش ايضا تكون له فد مكانه عندهم، بحيث يخلون الشاب يعني يتعظ. مثل ما شفتوا ويانا اراء الناس حول موضوع التحرش في الاماكن العامه، خليكم ويانا باستطلاع جديد لبرنامج مورنينج لايف مرة جمعية. شكرا نور على هذا الاستطلاع. شفنا آراء كثيرة، منها رأي صراحة جذبني، قالت أنه صارت استحداثات بالقانون العراقي بخصوص قضية التحرش، قضايا التحرش اللي تتعرض لها النساء، لكن لحد الآن لا يوجد التزام، لا يوجد خوف، هل هذا صحيح؟ إيه طبعا صحيح وهذا الموضوع، بس يعني أنا شلون أخاف وأردع إذا ما أكو شخص مقابل مثال لهذا الموضوع؟ يعني شنو تقصد المثال؟ يعني شنو الحل برأيك؟ الحل يعني أنا اليوم أروح أشتكي حتى إنه حتى جهة أمنية هماتين تعرض هذا الموضوع يعني على 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 مواقع التواصل الاجتماعي. بس اليوم نستصعب إحنا كنساء يعني ليش؟ ندخل طبعاً مركز الشرطة ما نقدر، صعبة. ليش هسه مو محاميات هماتين دا يدخل المركز؟ ما له علاقة محاميات، هذا شغلها. أي أنت هماتين من ضمن شغلك. لا ما له يعني ما تقدر. اليوم انت الدولة، بس اسمح لي، اليوم انت الدولة اذا تشوف الدول الباقية العربية عالجت هذا الموضوع بنشر عناصر بالشوارع العراقية وبالمولات، هم اللي راح يسيطرون على وضع التحرش، لكن اليوم المرأة صعب عليها انه تروح والله انا تحرشت، والله لزمني، والله حكى، والله حكالي حكاية، يعني صعب احنا ندخل مركز الشرطة والله على مود تحرش، ليش ما يجي هو الشرطي يسوي ممكن استطلاع على المكان ويشوف واحد يتحرش يجون ياخذوه. اوكي ياخذوه، وشنو الاجراءات اللي الاجراءات هذا بعد هو شافه اليوم عزيزي. اليوم اي شخص، اليوم اي شخص اول ما اي مشكلة مو إلا هسه التحرش، أي مشكلة تصير راح يقول له اللي الجهة القابضة راح تقول له تطلب الشكوى ضد هذا الشخص، راح يقول له نعم. فهمتي شنو أقصد؟ مفتهمة. فهمتي شنو تقصدين؟ إنه المرأة يعني تتحسس من موضوع دخولها. طبعاً أكيد. إيه من هذا يعني المراكز أو المحاكم. ولا تنسى ترى هذه القضايا صراحة تأخذ مدى واسع، يعني اليوم يعني للأسف اليوم مجتمعنا العراقي ما يعتبر هذه القضايا رئيسية. اكو قضايا اخرى طبعًا يعتبرها طبعًا اكثر بالاساس أكثر اللي هسه سادت بالمجتمع هو اللي هي المخدرات والقضايا التجاره بالاعضاء البشريه وغيرها، فكثير من القضايا، فاحنا اكيد يعني ما راح نتشجع بهذا الموضوع. ان شاء الله بالمستقبل اكو هيك شيء، يعني الجهه الامنيه ما دام هو اكو سوابق مثلا المحتوى الهابط انتشر بشكل كلش كبير، بس لقوا له علاج، لقيت له علاج الدولة وصدرت بهم أوامر قبل. بس بعد لم يتم السيطرة عليه بصراحة. شنو الحلول القانونية برأيك لوضع حد للتحرش بالأماكن العامة؟ الحلول القانونية هو بالأساس اللي أنت قلت عليه، يعني تكون فد جهة أمنية مختصة بهذا الموضوع، منتشرة صحيح، هي موجود انتشار بيها، بس يعني لا تصعب الأمور أكثر، يعني أكثر الناس اللي تتعرض للتحرش هي النساء والأطفال، يعني انت من راح تجيبه وتوديه يعني راح تبهذله، صحيح تبهذله اكثر،
هسه يقول لو ما مشتكي احسن. صحيح. بالضبط، يعني لو ما مشتكين لانه الموضوع راح يطول. وشنو زين اليوم انا ما عندي دليل، اليوم انا تعرضت لتحرش، احد باماكن مثلا عامه طخني او لزمني من مكان معين من جسمي. نعم. ما عندي دليل. زين انا شنو ذنبي وشلون اقدر اعاقبه؟ هنا راح يروح حقي. راح يروح حقي طبعا. خلينا نروح للسوشيال ميديا ومواقع والصفحات اللي تختص بنشر صور نساء عن طريق اكيد يعني يعرضوهم لتعليقات تحرش وغيرها، واللي يحكي بيها واللي يسبها واللي يعيب على جسمها ويتنمر عليها واللي الى اخره. اليوم احنا شلون نقدر انه او لا، اول شيء حضرتك كمحامي انت مع ام ضد هذا النشر؟ لا ضد طبعا، ضد، لان هذا الموضوع راح يدخل بغير مواضيع اكثر، يعني مواضيع السب والقذف، مواضيع يعني احتمال توصل لحد الجرم. يعني اذا صادف هذا الموضوع يعني شخص يعني انت منزل له فد بوست انه بدك تحكي بيه عليه وبدك تحارش بيه يعني بشكل صح. عام يعني ما معقول انه لا اهلها راح يرضون ولا زوجها اذا كانت متزوجه، او اذا طفل لا اهلها راح يرضون، لا امه لا ابوه لا غيره لا غيره. فيعني احتمال اي تصرف خطا يروح يصير بها حادث قتل، يصير الموضوع يعني تاخذ الجريمه تصير بعد اقوى. اليوم نريد من عندك نصيحة تقدمها لكل النساء اللي دي يتابعونا من خلال أكيد يمكن ماكو بنية اليوم ما تعرضت لتحرش صراحة. يعني أغلبية النساء العراقيات متعرضين لتحرش بسبب نقول بعض الشباب للأسف ما عندهم مخافة الله. ما كل حد الآن رادع أصبح يعني ممكن حالة تخوف الباقين، تردعهم، يكون رادع لهم. فنصيحة للنساء اللي تعرضوا للتحرش ولحد الآن لم يتم معالجة هذا الموضوع. قبل كل شيء أريد أني أذكر حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للمتحرش. قبل كل شيء أرد يعني أقول المؤمن من سلم الناس من لسانه ويده. نعم. اوكي، فهذا يعني اقوى مثال لموضوعنا احنا كدوله اسلاميه نقدر نحكي به، انه هذا يعني مثال اقوى له. اما بالنسبه للبنات خلي تكون بنيه قويه، خلي تكون بنيه قويه. نعم. وتروح تتجه للسلطات المعنيه هاي، واكو اماكن يعني لا تروح تدخل بيها، لان هي اماكن هي اللي تعرض، هي بالضبط يعني اكو اماكن احنا لازم نتجنبها لانه ممكن تكثر الاماكن الشعبيه زياده. صح. هي هاي اللي يعني سبب هذا الموضوع. حضرة المحامي جدا اشكرك وشكرا على النصيحه القانونيه والثقافه القانونيه. شكرا على استضافتكم الحلوه. اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. مواكبه الكوافير النسائي لصيحات الموضه الحديثه. أكيد بسنة 2024 أكو تطور كلش كبير من خلال مواكبة التسريحات الشعر، قصات الشعر وغيرها من تفاصيل كثيرة تختص بأكيد الكوافير. هلال علي أهلا وسهلا بك، تفضل نورتنا، نورت مورنينج لايف. شلونك؟ إن شاء الله تمام. يا هلا ومية هلا بيك، نورتنا. مرحبا. مرحبتين، شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. بدر وجهك. مستعد ننطلق؟ عرفنا من اليوم هلال علي، هل هو كوافير نسائي؟ شو وقت دخل هذا المجال؟ أكيد مرحبا، يسعدني في هذا اللقاء الجميل. هلال علي كوافير نسائي، دخلت تقريبا قبل 5 سنوات أو 6. دخلت كبداية مساعد. مساعد كوافير؟ مساعد بدون دورة ما دخلت. يعني تلزم الشعر، تساعده بالتسريحة. بالضبط، يصبغ، ألزم له سليفون. حلو. يسحب. منها بدأت، تعرفين طموح أريد أوصل. سنة هو المساعد لازم يعني يتطور يصير أوكي، سنتين إلا شوي أكثر. أنا بسنة واحدة ضبطتها كلها ما شاء الله، أريد بس أوصل. ليش أنا ألزم سليفون أو هذا غير؟ أنا لازم صح، شنو أحسن مني؟ فالحمد لله وصلت. الحمد لله أكيد. خلينا ندخل بموضة تسريحات الشعر. تسريحات اللي اليوم صارت شوية أقل تعقيد، يعني تصفيفة صارت مو تسريحة. يعني أغلبية البنات لما يروحون صالون نريد نصفف شعرنا،
ما نريد ناس تسريحة أوفر، وهسه صارت المناسبات أقل، يعني حتى بالزواج تنشوف إنه أغلبية النساء ما تحب تسوي تسريحة وتسوي كبيرة وتبالغ بيها، لا تصفيفة بسيطة. ليش وصلنا لهاي المرحلة؟ إحنا وصلنا لهاي المرحلة، إحنا اليوم كزبونة تدخل جيبة أو صورة وياها أو هي لبالها، فإحنا متخليها علينا على ذوقنا، إحنا على وجهها نشتغل شيء يلوق لها بسيط. تجي جايبة صورة تسريحة كلش أوفر، ننصح إحنا ننصحه كذا وهاسو ما تقنع، هو الزبون يعني مشكلة خاصة المزاج العراقي، المزاج العراقي صعب جدا كل صعب تتغير. جيد ما تصورين صحيح. شلون طريقة إقناع الزبونة؟ دائما مرات بعض النساء ما يعرفون شنو اللي شنو يردون يناسبهم، يناسب دورة الوجه، دورة الوجه بالضبط، لون الشعر يناسب تون تون البشرة بالضبط. إلى آخره، أكلوان شتي أكلوان صيفية، شلون تقدرون تقنعوها؟ هي جاية مثلا ما راسمة على شيء بالها، تجي يعني إحنا وهي شايفة هي نشوف وجهها، شايفة هي هيفاء وهبي وتريد تقلد هيفاء وهبي بالضبط، هي ما تشبه هي ما تشبه هي مو يمن هو اللون النحاس. اخر مره عليه مسلسل طلع ما اعرف كان اسمها طشطش، يعني هو هذا اللون النحاسي اللي هو انت سويته بس غامق، هذا يقعد فقط على لون البشره البيضاء صحيح، يعني هي تجينا سمرة سمرة ما اقول ايش يطلع عليها الا هذا اللون وهكذا. مشكله ها؟ مشكله كلش مشكله كبيره. خلينا نحكي على الرجل ودخوله ل هذه المهنة، مهنة تصفيف الشعر للنساء. اليوم المجتمع بعده يحارب هذا الموضوع، يقلل لحد الآن يقلل، يقول انت شنو هسه تسرحها مستحي مو عيب، شلون انت بهذا المجال انت ولد بالضبط. احكي لنا شنو المعاناة، شلون بدك تثبت وجودك؟ احنا هاي المعاناة، التنمر، الحكي، رفض المجتمع لهذا الموضوع. اكو من الزبائن، يعني مرات من الزبون، اكو زبون هسه احنا اكثر مراكز بخلينا نقسم محجبات. اي شو تقول لك؟ ليش قسم محجبات؟ ما تريد ولد. اي فاحنا مو بس من هذا المجتمع، احنا حتى من الزبون اللي يجينا نعاني من هنا. صحيح. بس هو يعني شغل، تعرفين انت الشغل ما بيعيب. الشغل ما بيعيب. اكيد. الشغل هذا. يعني باب رزقه وباب رزقه هو يعني ولد. شنو راي اهلك ب يعني حضرتك كوافير شعرك؟ كوافير. بالعكس هم بالبدايه يعني هم اللي وصلوني، تحياتي لهم اكيد. حلو الله يحفظهم. اي هم اللي وصلوني لهاي. اليوم الأيدي العاملة الأجنبية اللي هم الشعب اللبناني، الشعب السوري، أخذوا المدى الأوسع صح. يعني اليوم إحنا كزبائن أو أنا اليوم من أردر وحصفف شعري، لما أسمع عراقي ولما أسمع سوري ولما أسمع لبناني أحب دائما أروح لأيدي العاملة الأجنبية، أثق بها أكثر من ابن البلد اللي هو طاقة مختصة بتصفيف الشعر أو صبغة الشعر أو غيره. ليش إحنا يعني ليش لحد الآن هذا الموضوع ماكو ثقة؟ ماكو ثقة. شنو السبب؟ فهي هاي صار يعني أنا عند أصدقائي. هل هم فنانين أكثر؟ يعني أريد نعرف شنو الأسباب؟ لا بالعكس، عندنا إحنا يعني عراقيين قويين كلش، يعني كلش واصلين مرحلة. أحس ليش تروحين بعيد؟ أنا أصدقائي واحد من الناس يشتغلون بإسطنبول بتركيا. هناك بتركيا باسطنبول اكثر شيء يعني العراقيين هناك ماخذين المساحه اكثر. تجين للعراق سور الشعب السوري والشعب اللبناني اكثر شيء السوري، اكثر شيء استحانين احنا بمجالنا اكثر شيء الشعب السوري. ماخذ هاي المساحه قويه يعني من اجى وضربه العراقيين ضربه قويه بحيث الرواتب قلت. صح. قاموا هم اي فضربه اي بالضبط، يعني حتى الرواتب مثلا رواتب ايدي العمل الاجنبيه كلش اقوى. اقوى ضربه كوافير شعر نسائي من العراقي، مع العلم العراقي مسافر وماخذ شهادات وماخذ ورشات عمل تدريبيه تختص بالتصفيفات والالوان وغيرها، ماستر كلاس وغيرها. لكن بالضبط اي ماستر كلاس وغيرها، لكن يبقى اللي يفضل الصالون النسائي يفضل عمل السوري او العمل الايدي العامله على ابن البلد. شنو السبب؟ ليش؟ على يعني على استناد هم ماخذين يعني شلون فكره اقوى وهاي، بس هي ماكو هيك، يعني تجيبيها تعال شوفي شغل العراقي وشوفي شغل السوري. شغل العراقي عنده يبدع اكثر، بس الحوار اكثر شيء على السوري، على لهجتهم، بلهجتهم عندهم وسيله اقناع بلهجتهم هم. اقناع للزبون كلش قوي. خلينا نحكي على اقتحام ودخول الرجال لمهنة تصفيف الشعر وصبغ الشعر وغيره والتعامل مع النساء. اليوم
برأيك يعني المجتمع بلش يتقبل أو يعني بدأ يتقبل دخول الرجال العراقي لمهنة تصفيف الشعر؟ بدأ يتقبل بس مو ذاك التقبل القوي. يعني شو الحكي تسمع؟ شون أنت يعني رجال وهاي صالون تشتغل؟ من هذا الحكي هو هذا؟ أنت زلمة شلون تشتغل بمهنة ما نساء؟ أي فإحنا شو نسوي؟ مجبورين. مجبور. لأن أنت تعرفون يعني هو هذا مكسب. صحيح. أي والشغل مو عيب. يقولون أكو معلومة وصلتنا يقولون إن الكوافير المختص ب يعني تصفيف أو تسريحة شعر البنات أكثر، يعني نقول الحلاق النسائي راتبة أغلى وأكثر من الحلاق الرجالي، صدق؟ فعلاً يعني تجي بيها الحلاق الرجالي لا الحلاق النسائي أقوى كمادياً، أحكيش مادياً لأن الرجال يعني الولد يروحون أقوى يعني حلاقة تطلع 25,000 والرجال تجيبيها على النساء لا، إحنا عندنا ألوان الألوان أقل لون يعني شعر بسيط 125-150 شعر بسيط ما دا أقول الشعر طويل 500-400 دولار هيك هيك الأسعار. حلو زين خلينا نحكي على بما أنه إحنا مقبلين على فصل الشتاء أريد نعرف شنو الألوان الدارجة وشنو النصيحة بما أنه حضرتك كوافير نسائي دائما يعني بالشتاء هو الشتاء بصورة عامة دائما يحب الألوان الغامقة مو الصارخ الألوان الغامقة مثلاً اللي هي العسليات الجوزيات هذين دائما بالشتاء يطلعون كلش حلوين يعني شنو الألوان يعني غيرها مثلاً ممكن تذكر لنا الألوان عندك اللي هي النحاسة هاي صيف أكثر شيء صيف نحاسي الجوزيات العسليات البيجيات الخفيفات مو الصارخات كلش هو الألوان طبعا مو الأشقر ده نسمع عن اللون الأشقر ده يدخل حتى بالشتاء اي بش اكو باع انت حسب الزبونه تجيك راسمه مثلا انا جاي على هذا اللون شتاء صيف انا راسمه على هذا اللون هو حتى ما يوال مرات وجهه بشره مالته ما يقعد على بشرته اليوم عندنا هواي صالونات وعندنا مش يعني شوارع مليانه بالكوافيريه شلون بالضبط شلون تقدر يعني تثبت وجودك بهاي الزحمه الكبيره من الكوافيريه اللي هم من الأيدي العاملة والعراقيين. العراق. إحنا دائماً عندنا السوشيال ميديا. يعني أكثر لسه إحنا شغلنا على السوشيال ميديا اللي هو الإنستغرام. دائماً يصير تصوير قوي وترويج. على الشغل يكون الشغل قوة نشرة فقط. فمن هكذا شوف المشاهد شغل. فالمشاهد ما يجي يقبل على صالون لا. هم يقلب التليفون يشوف المراكز يا شغل الأقوى أروح للأقوى. يا سعر مناسب أروح للمناسب. بس بنفس الوقت مناسب وقوي. اي فاحنا اكثر شيء مساعدنا التصوير. السوشيال ميديا. نشوف كل كوافير له تكنيكه الخاص. اليوم التكنيك مالتك شنو؟ يعني مثلا اكو شخص نعرفه من السيجنتشر، يعني توقيعه بالشعر. مثلا لون مختص بالالوان، يعني ما نشوف كوافير يكون كامل متكامل. مبدع بين كل الالوان. بالضبط، يعني اكو ناس مبدعه بالالوان، اكو ناس مبدعه بالتسريحات. اليوم هلال بشنو مبدع؟ أكثر شيء يعني مبدع أكثر شيء بالألوان مبدع بالألوان بالألوان خلطات الألوان منو علمك يا؟ أذكر أسامي؟ لا بدون أسماء يعني أسامي. أقصد طريقة دخلت ورش تدريبية دخلت خبرات من ناس معينة أنا من كملت المساعدة مالتي صرت يعني الحمد لله حلاق كوافير دخلت دورة ماستر كلاس فقط ألوان مو تسريحات فقط ألوان فمن يعني هو دخلش دورة ينطيك أساسيات من هاي الأساسيات إذا أنت حابة المهنة بدعين بيها فقط أساسيات ما ينطيك رقم ورقم ورقم وقلش روح يشتغل بذن لا ينطيك أساسيات تمشين على ذن الأساسيات وانت تبدعين بذن الأساسيات تكملين هذن الأساسيات برقا السوشيال ميديا ساعدت الكوافير بال يعني بالشهرة كل شيء هو خاصة الانستغرام السناب يعني ساعدتنا كل شيء هو زبون يعني أكثر شيء زبون اكتسبنا هو زبون من الانستغرام أنا كل شيء أشكرك هلال علي أهلا وسهلا بك نورتنا شكرا جزيلا على وجودك لي شرف لك الموفقية أكيد شكرا وصلنا لأهم الأخبار اللي دائما نسمعها من زميلتي طيبة عامر دائما بحضرت لنا أخبار مهمة أكيد اليوم رح نعرف موجز
من الأخبار العالمية والعربية والمحلية أكيد اللي تختص بالذكاء الاصطناعي، الصحة، المستشفيات، المناخ أكيد، وباقي التفاصيل الموجودة بمحافظاتنا الحبيبة. تفضلي طيبة، يسعد مساءك وصباحك. كيف الحال؟ مساء الخير والعافية عليك. مساء الخير حبيبتي، أهلا وسهلا. شلونك؟ شو الأخبار؟ مشتاقين جدا. أنا الأشوق. شلونك؟ أنا زينة. يوم أحد سعيد عليك إن شاء الله يا نغومات. مساء الخير والعافية على جميع مشاهدينا وين ما تكونون. يوم أحد سعيد إن شاء الله عليكم، كون أنه إحنا دائما يوم الأحد يا أنغام المواطنين يعانون من كثرة الزخم المروري بالشارع العراقي، فأتمنى لهم إن شاء الله يوم سلس ومليء بالطاقة. بداية نبدأ أحداثنا أكيد مثل ما عودناكم يوميا ببرنامج مورنينغ لايف، نحكي بالأخبار والأحداث اللي تداولت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا وأهم شيء وسائل الإعلام المحلية. تداولت يوم أمس كثير من الأخبار بخصوص الطقس العراقي والأنواء الجوية والأحوال الجوية، استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وتوقعات بهطول الأمطار في منتصف الأسبوع المقبل. إحنا الصراحة الجو بالمحافظات العراقية وتحديدا هو بكافة العراق غير مستقر. ممكن بالشمال تشوفين أكو زخات من الأمطار، بالجنوب ارتفاع درجات حرارة، بالمنتصف كثير من الأخبار تقول أنه راح تنخفض انخفاض ملحوظ درجات الحرارة، لكن للأسف إحنا يعني هذه أخبار حزينة، يعني دا نشوفها أنه دا ترتفع درجات الحرارة، بالتالي الشمس بفترة الصباح والظهيرة تكون أشد حرارة. والله يا طيبة احنا نشوف انه بالمساء اكون انخفاض بدرجات الحرارة فقط بالمساء، فقط بالمساء، وهمين شوية الصبح الساعة 6 الصبح 5 الصبح اكيد نايمة. نايمين يعني انا اقعد اشوف انه اكو فد برودة او انخفاض درجات الحرارة، بس يقال توصل 26 28 اول ما راح ندخل شهر 11 إن شاء الله. احنا مقبلين على شهر 11. نعم. شهر 10 سوري، شهر خير وبركة إن شاء الله. فإن شاء الله يا ربي نشوف نفحات من الهواء. نعم. الباردة إن شاء الله. إن شاء الله بالأسبوع القادم اللي هو راح يكون بشهر العاشر العفو، راح تكون أكو انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، بالتالي أكو زخات وأمطار غزيرة إن شاء الله. ننتقل أكيد من بعد الأحوال الجوية ومناخ العراق، خليني أخذكم إلى هاشتاغ يتداول على منصات التواصل الاجتماعي. هاشتاغ الدور الثالث يتصدر الترند في العراق وتحديدا منصة إكس بأكثر من 75 ألف تغريدة بعد أن أطلقته مجموعة من الطلبة بالصفوف المنتهية بسبب رسوب عدد كبير من الطلبة في الدور الثاني. وصرحت أيضا وزارة التربية العراقية أن منح دور الثالث للصفوف المنتهية وتشمل طلبة السادس الابتدائي اللي هو راح يكون فقط لدرسين إلى حق أنه يمتحن بالفصل الثالث، الثالث المتوسط اللي هو راح يتم تحميل دروس ثلاث دروس إلى استحقاقه أنه يمتحن بالفصل الثالث أيضا. أما السادس الإعدادي فشامل لجميع المواد الدراسية وبرس رسوم تبلغ 25 ألف دينار عراقي للدرس الواحد. لكن هذا الخبر وهذه الكتاب الرسمي أو إصدار هذا القرار من قبل وزارة التربية ما زال تحت الدراسة والمناقشة أكيد بكافة الأطراف. إحنا نعرف أنه الدور الثالث أو الفصل الثالث اللي هو دائما وزارة التربية تخليه بسبب ظرف معين يمر بالبلد أو أي ظرف كان، أو ظرف صحي أكيد مثل كورونا أو ظروف البلاد وغيرها كثيرة من الأمور. لكن اليوم الطلبة للأسف ده تعتمد على الدور الثالث حتى وان هو ما الى واهس يقرا او ما الى واهس يمتحن او دا ياجل، بالتالي انطوا ما شاء الله، يعني اكيد كل الحب والتقدير لوزاره التربيه، انطت كثير من وسائل المساعده للطلبه، لكن للاسف شفنا اعداد كبيره من الرسوب للصفوف الغير منتهيه او المنتهيه. شوفي البعض تعزل اسباب لكثير من الامور اللي دا تصير بالعراق، اولا التفكك الاسري، حالات الطلاق، نسبه البطاله،
بعض الشباب بيتركون المدرسة حتى يروح يشتغل يشوف له مصدر رزق يعيش هو وعائلته، أو يشتغل الصبح يداوم مسائي فما يلحق يعني. بعض يقول المواد صعبة علينا، عدم توفر المواد الكتب أو الظروف الملائمة داخل المدارس العراقية. نعم. والأهم من كل هذا كثرة العطل، البعض يقول إنه إحنا عندنا هواي لكن عطل هذه ما نلحق. لكن هذه الأسباب وهذه الظروف اليوم ده نشوفها ده تنعكس انعكاس جدا سلبي اتجاه الطالب. واليوم حتى إذا حصل الشهادة إذا كان إلكتروني أو عن طريق وسائل المساعدة أو عن طريق مثلا المبالغ مالية أو غيرها كثير من المساعدات اللي داخل المدارس العراقية، دا نشوفها للأسف من دا حصل الشهادة هو مو يم اختصاصه ومو يم اصلا الماده اللي هو دارسها او متعلمها. لذلك احنا نوجه رساله الى كافه الطلبه انه اليوم من نعتمد او نخلي اعتمادنا على الوسائل المساعده، لانه مو كل سنه هي متوفره او موجوده. ننتقل الى الخبر اللي بعده. خليني اخذكم الى خبر من العراق إلى ألمانيا وتحديدا برلين. رامي شاب من الموصل يصل إلى برلين عن طريق دراجته النارية، تخيل يا أنغام، في رحلة استثنائية استغرقت عدة أيام. قطع الرحال الموصلي رامي حربي مسافة كبيرة من مدينة الموصل إلى العاصمة الألمانية برلين على متن دراجته النارية الخاصة. انطلقت الرحلة تحديدا من العراق وتحديدا من الموصل مرورا بتركيا، ثم عبر إلى بلغاريا وصربيا وهنغاريا وصولا إلى ألمانيا، حيث حقق خطوة كبيرة نحو حلمه التي طالما راوده منذ الطفولة. رامي يقول إنه هذه الرحلة كانت جدا سلسة إلى حد كبير، ولم يواجه تحديات تذكر باستثناء الطقس أو تقلبات الطقس التي رافقته في بعض مراحل الرحلة. وأشار إلى أن عبور الحدود الدولية بين دول مختلفة اللي مر بها تمت بسهولة جدا تامة دون أي صعوبات تذكر أيضا. وكشف رامي أن العراقيين اللي صادفهم عرضوا عليه كافة المساعدة والدعم بكافة أشكاله، مشيرا إلى أنهم دعوا أيضا للاستضافة في منازلهم الخاصة. وعند وصوله إلى برلين حظي رامي باستقبال حافل من أصدقائه وأقربائه، بالإضافة إلى أفراد الجالية العراقية الذين أسعدهم وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين. اليوم الشاب العراقي طموحه جدا كبير، صح، وهذا الطموح يحب أنه مهما تكون عنده صعوبات أو مسافة بعيدة لازم اليوم يحقق طموحه. رامي شاب من الموصل، واني ما شاء الله شفت انه اغلب الشباب في مدينة الموصل الحبيبة عندهم طموح، عندهم تطور، عندهم ثقافة، صح، السفر، عندهم هذه الروح الرياضية الحلوة والإصرار. بالتالي يقول انه رحت من العاصمة الموصل الى برلين، واحنا نعرف انه اذا بالطائرة ساعات طويلة ممكن انه اني داخل الطائرة، لكن يقول انه الحمد لله الرحلة كانت جدا سلسة وصادفوهم عوائل عراقية يعني اثناء الرحلة بمختلف البلدان اللي وصل لها. حتى يقول انه استضافوني ببيتهم الخاص وعبالهم انه اني ما عندي اليوم تكلفة السفر. ومن وصل الى برلين رحبوا بأصدقائه واستقبلوه استقبال جدا مفرح، وعبروا عن سعادتهم كونه أنه هو وصل بخير وسلام. لو أنت سنحت لك هذه الفرصة وتروحين من الموصل إلى برلين عن طريق دراجة تسويها؟ أسويها. هذه مغامرة حلوة. صحيح. ممكن أنه راح أستكشف أشياءات بالطريق، ممكن أتعرف على ثقافات البلدان الأخرى، ممكن أنه أنا أكون علاقات تفيدني مرة أخرى من أني راح أسافر. بالتالي راح يتعرف على مناطق، راح يمر من خلال غابات. يقول أني ما واجهتني أي صعوبة غير الطقس. صحيح. من بلدان من بلد إلى آخر أكو متغيرات بالطقس، ساعة حار ساعة بارد، أمطار وعواصف رعدية. حلو.
ننتقل أكيد من رامي حربي ومغامراته الشيقة والصعبة، خليني أخذكم إلى قصة حب فريدة من نوعها سجلتها أحد المحاكم العراقية وتحديدا محكمة محافظة كركوك. سجلت عقد زواج لمسن بعمر 64 عام ومسنة بعمر 67 عام. هذه عقود الزواج اعتبر أنه نادر موجود بالمحاكم العراقية، كون احنا اليوم اذا نرجع الى العقود الزواج الموجودة بالمحاكم العراقية فهي 2003 2004 2010 وغيرها كثير من المواليد، فتم اعتبار هذا العقد نادر من نوعه. وكثير من رواد السوشيال ميديا تنمروا على اعمارهم انه رجل او امراه مسنه ممكن انه انت تتجهين لطريقه الديانه وغيرها كثيره من الامور بعيد عن الزواج والفراح وغيرها كثيره من الامور، لكن اليوم احنا اذا نرجع فهو العمر مجرد رقم، واكيد بسبب حبه واصراره ايضا بقى ينتظرها وهي بقت تنتظره طول هذه السنين الطويله. حلو، يعني صراحة يعني هيش قصص احنا نشوفها بالفترة الأخيرة جدا قليلة. وحتى إذا كانت موجودة فهي بأعمار كبيرة صحيح. مو أعمار صغيرة. ننتقل إلى الخبر التالي، خليني أخذكم إلى خبر جدا غريب. هذا الخبر أثار مخاوف رواد السوشيال ميديا وشفت عليه ردود أفعال جدا كبيرة بعد نجاحها في نقل النصوص والصوت والصورة. هل تنجح الهواتف الذكية في هذه السنوات القادمة بنقل الروائح أيضا؟ بعد أن نجحت الشركات صناعة الهواتف النقالة ويعني انتقال الصوت ومن ثم الصورة وعبر المكالمات الفيديو ومكالمات الصوتية، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان من الممكن أن اليوم الهواتف النقالة الخاصة أن تنقل الروائح. وبحسب تقرير نشرته أحدى المجلات العالمية ديسكفر ماجازين، فإن من الممكن مستقبلا إجراء المكالمات الفيديو تنقل لك الصوت والصورة والرائحة أيضا عبر الهواتف النقالة. لكن شلون وكيف؟ يذكر أن التقرير أن هذه الروائح تتكون من جزيئات صغيرة جدا تطفو في الهواء وتصل إلى الأنف، ثم يرسل إلى أنفك إشارات من الدماغ لتحديد نوع الرائحة. أنا جدا خايفة من الهواتف النقالة يا أنغام صراحة. أي تطور اللي نشوفه بالفترة الأخيرة تطور جدا مخيف صح. يعني تخيلي انه بالسنوات القادمه ممكن يكون اكو روبوت بداخلنا يتحكم بينا واحنا ما نعرف. تخيلي اليوم الهاتف النقال ممكن اني اذا اريد اشممش عطر ممكن انه اني ارش يم التليفون، هذه جزيئات راح تطفو بالهواء لكن راح تكون بعيده نوعا ما او انه تتاخر يلا تجيك العطر. بس يعني ممكن يوصل التليفون ينقل روائح. تقرير هذا تقرير عالمي وكل شيء جائز. كل شيء جائز صحيح. نعم كل شيء جائز اليوم بهذا التطور والله الذكاء الاصطناعي اللي عندك والذكاء الاصطناعي اللي دا نشوفه الاخبار اللي عندك غير صراحه غريبه من نوعها نوعا ما. ننتقل أكيد إلى دراسة علمية تقول أن بعض الأبحاث العلمية أكدت أن الاختبارات النهائية تعد سبباً رئيسياً للقلق والاكتئاب وضعف الشهية لدى مجموعة من الأشخاص وتحديداً الطلبة. صح أنه هذه الدراسات حقيقية، يعني نشوف أنه بالفترة الأخيرة كثير من الطلبة صراحة يفقدون أعصابهم، يعانون من اكتئاب من قلق، بالتالي اليوم ضغط الأهل عليهم بطريقة جدا كبيرة وقاسية يعرض طلبتنا اليوم إلى الانتحار صح. حتى يتخلص من هذا الخوف من القلق من الاكتئاب الأمراض أو الضغط النفسي وغيره كثير من الأمور، وتحديدا الخوف من عدم النجاح أو رسوبة بكذا مادة. نختم أحداثنا لهذا اليوم مع محكمة
بأحدى المدن اليابانية تبر رجل قضى 64 عاما داخل السجن ينتظر الإعدام بعد الحكم عليه عام 1988 بسبب إدانته بقتل مديرة وإشعال النار في منزلهم سنة 1966. ضاع نص عمره أو عمره كله، إذا هو 46 سنة ممكن بعد سنتين أو ثلاثة يدخل الخمسين. للأسف كان مظلوم كل هذه المدة داخل إحدى السجون اليابانية. الله يكون طبعا بقى. كان آخر حدث، أتمنى استمتعتوا بأخبارنا لهذا اليوم، نهاركم سعيد إن شاء الله. ينطيك العافية أكيد طيبة، شكرا على الأخبار الممتعة. أكيد ألتقيك يوم الثلاثاء، مستمرين أكيد يا طيبة إلى يوم الخميس. وننتقل لدكتور أمير كاظم العارضي، دكتوراه تغييرات مناخية وملوثات بيئة عبر السكايب. راح نتحدث عن الهجرة العكسية، هل يعود العراقيون إلى الوطن؟ ما هي إيجابيات الهجرة العكسية؟ هل هناك الكثير من الخبرات التي تعمل في الخارج لو عادوا إلى العراق هل سيتحسن الواقع في الداخل؟ أكيد كثير من المحاور محضريها للدكتور أمير كاظم العارضي. كيف الحال دكتور؟ تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. الله وشكر، نعزي العالم الإسلامي جميعا، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، والسلام عليكم على حضرتكم والكادر المميز كادر قناة السومرية المحترم. وعليكم السلام والرحمة، يوم أحد إن شاء الله مليء بالأمن والأمان والاستقرار على العالم أجمع بإذن الله. خلينا نتكلم على إيجابيات الهجرة العكسية من خارج العراق إلى الداخل. نشوف أنه البعض يقول أنه الهجرة العكسية يتساءل دائما هل سوف يعود العراقيون إلى الوطن؟ والله الحقيقة والواقع ست، يعني حسب آخر الدراسات اللي اجرتها منظمة الاي او ام، يعني دراسة استقصائية كانت، وجدت ان اغلب الناس الموجودة حاليا بالخارج، يعني بدت بعض الجهات والحكومات بلقاءاتها الاخيرة بانه تحفز على العودة الى داخل العراق من ناحية الامان، من ناحية الاقتصاد، من ناحية الاستثمارات، وتأمنهم كل كل المتطلبات الحياة. طيب خلنا نحكي على الإيجابيات، إيجابيات الهجرة. إيجابيات الهجرة ست، يعني ما يخفى عليك بأنه الناس، هي إحنا نسميها من ضمن اختصاصاتنا يسمحوا لها الهجرة، الهجرة المناخية طبعا، وهاي الهجرة المناخية هي سببت الكثير من نزوح يعني من الداخل العراق إلى الخارج، بسبب يعني عدم توفر مثلا بعض وسائل الحياة مثل الكهرباء والبنى التحتية وغيرها من المتطلبات الحياة سواء للعائلة أو شخصية. بس أما تكون الإيجابية الموجودة في الخارج هي يعني موجودة إيجابية اللي يعني يطمح للإنسان العراقي والمواطن العراقي يتغرب عن وطنه وعن ناسه وعن أهله. طيب لنفرض أنه بعض الخبرات اللي أو الكوادر اللي هم أخذوا جوائز بألمانيا ببريطانيا ترجع للعراق، هل ممكن الواقع اللي إحنا نعاني منه بقلة الخبرات الصحية، كوادر الصحية، قلة الخبرات، البعض يقول إنه قلة الخبرات الهندسية، ممكن إنه يحسن هذا الواقع ببعض القطاعات؟ التنغام مثل ما تفضلت حضرتك بانه احنا العراقيين بصوره عامه من احسن الكفاءات. صحيح. والمهندسين والاطباء الموجودين على مستوى العالم، والدليل على هذا انه كان يعني المهندس الاول بالعالم هي المهندس الله يرحمها زق حديد. من ناحيه المهندسين، من ناحيه الاطباء، يعني عندنا طبيب بكهرباء القلب طلع الاول على اليابان، يعني اليابان بلد متقدم حضاريا وثقافيا واقتصاديا، وكان طلع الطالب الاول على الكهرباء القلب هو طبيب عراقي الدكتور احمد عبد الكريم الاعرجي من محافظه المثنى. هذا كان يعني رمز من رموز الاطباء. من ناحيه الكفاءات، العراق مليء بالكفاءات، واغلب
المراحل من ترجع هذه الفكرة أو الوضع ناحية الاجتماع ناحية في كل مجالات الإعراب يعني المصدر في. طيب برأيك أنه إذا هذه الكفاءات اللي إحنا نحس أنه بعض المجالات تنقصها إذا رجعت هل سوف يتحسن الواقع بالعراق؟ أكيد أكيد سيد يعني ذات العلاقة حسب كانت يعني صارت مبادرات جيدة بأنه شجع على الهجرة إلى داخل العراق من توفير الخدمات من توفير الاماكن وعلى حد علمي يعني هي حاليا اغلب السكان الساكن خارج العراق اللي هم مواطنين عراقيين يعني اغلبيتهم يتقاضون رواتب ويتقاضوا قطع اراضي سكنيه فيعني مو بحاجه هذا المجال اما الحكومه تشجع على العوده وتم الشمل وتكون تحت قبه شيء اسمه العراق يعني. طيب خلينا نروح لدولة الإمارات العربية، نروح لبعض الدول الأوروبية اللي هم نسمع عنهم مدراء مستشفى عندهم مناصب كبيرة بمجال الهندسة، عندهم مناصب كبيرة بوزارة النفط بكثير من الأمور وهم يعتبرون كوادر عراقية 100% وياخذون يمكن رواتب خياليه يعني بعد يعني اذا يرجع للعراق ما اعتقد ممكن انه يحصل هيك امتيازات. ست هذا الجانب ما نقدر نغطي كل المجالات لانه المواطن او الموظف تكلم بجهه معينه او موطن معين وكان الدخل مالته شهري او السلاري مالته الشهري يغطي كل احتياجاته ما من الممكن بانه يعوف كل املاكه والبنى البناها الى ولعائلته الشركات المسجله باسمه ويعود للعراق لانه العراق يعني يعتبر مقارنه بالامارات مثل ما تفضلت حضرتك يعني رواتبه جدا قليله مقارنه بالامارات من اصغر موظف من المدرس الى اكبر موظف في الدرجات الخاصه فلا بد تكون السياسات الموجوده حاليا او السياسات الخاصه هي هم يعني هم قاصره واغلبيتهم هم من سكنه الخارج اكيد. طيب اذا نريد نروح او نرجع للعراق ونحكي عن واقع الكوادر الطبيه المنتشره بمستشفياتنا اليوم الدكاتره الموجودين بالعراق يتعرضون لفصل عشائري لضرب لأعتذر يعني لإهانة إذا توفى أحد العوائل اللي هو ممكن قاعد يعالجه بالتالي لو يضربوا لو يهينوا لو يفصلوا عشائريا لو يتعدون عليه بالتالي إذا تروح للدول الغربية أو العربية مطية فد مميزات للدكتور أو المهندس من الضمان الصحي الضمان الاجتماعي ما عدا ممكن ينطون حتى امتيازات للعائلة حماية لعائلته لأطفاله بالمدرسة غير التكتات غير يعني بطاقات السفر غيرها من الأمور وحماية من تعامل المواطن اللي إذا كان أجنبي ويا الدكتور العراقي فبرأيك يعني ما أعتقد أنه ممكن الكوادر الطبية ترجع بسبب يعني نقول الكوادر الطبيه والمعاناه اللي يعانوها بالعراق. مثل ما تفضلتي حضرتك احنا العراق حاليا نعاني من نقص الكادر الاطباء بشتى المجالات بشتى الاختصاصات والسبب انه هسه احنا اغلب مستشفياتنا او الاهليه او الحكوميه هي اطباء اجانب يجيبون مقامات سواء سوريين او جانب من غير دول الهندي الامريكي الالماني البريطاني احنا عندنا تخوفا من يعني حتى اغلب الكفاءات اللي عندنا موجوده اجرت بسبب هو عدم تفعيل هو القانون موجود قانون حمايه الاطباء موجود بس عدم تفعيل واعطاء الاهميه اللازمه لحمايه الاطباء من
يعني هاي التدخلات بدها تصير حاليا. يعني انت تلاحظين اغلب الـ يعني المنشورات الفيديو على الفيسبوك او برامج التواصل الاجتماعي بانه بالطوارئ كذا شخص اعتدى على كادر طبي وكذا يعني سبب يعني جروح وكذا. فهذا يعني لابد ينوضع على حد فعل القانون حماية الأطباء، لازم يكون سند إلى سند قانوني يحمي الطبيب حتى يكون يشجع على الطاقات وعملها داخل العراق. طيب خلينا نرجع شوية للسابق، على قولة أهلنا أيام الزمانات، أيام الزمان الجميل. كانت الكوادر الطبية ما تقبل إيش قد ما تجيها عروض خارج العراق من ناحية ضمان صحي، ضمان اجتماعي. كانت الوطنية الموجودة بالكوادر الطبية، الكوادر الهندسية وحتى باقي المجالات، الوطنية اللي بداخلنا ما تنطينا أنه إحنا ممكن ننطي طاقتنا لغير بلد. ليش حالياً أصبح هذا الموضوع يعني الدكتور صار يخاف من العراق بسبب أنه اليوم نقابة الأطباء مدى تنطي الحماية الكافية من بعض العوائل، المهندس اليوم ما ماخذ حقه، لا ماخذ حقه بالراتب ولا ماخذ حقه بالصرح اللي هو قاعد يرسمه ويهندسه بطريقة جدا جدا يعني مميزة. شنو الفرق قبل عن هسه؟ ليش قبل كانت كوادرنا تحب يعني متمسكة بالعراق وحاليا للأسف ينتظر أي فرصة حتى يطلع من العراق؟ مثل ما تفضلتي حضرتك بأنه قبل يختلف عن هسه، لأنه قبل يعني من ناحية المادية قبل يعني كانت يعني الأوضاع الاقتصادية لابد السيطرة عليها. حاليا يعني صار السوق الاقتصادي المبدأ إذا السفر تأخذه نهاية الشهر أنت لابد يكفي متطلبات العائلة فقط، يعني ما يغطي لك كل المساحات ولا كل الأهداف البارك اللي ممكن أنت تحققها مستقبليا. وأبسط مواطن يعني حاليا هسه يعني يتقاضى الراتب، يعني تدرين شلون يقولونه بالعامية يخلصها دين، يخلص دين يعني راتب بعد ما واصل هو مقسمه ومخلص وما عنده شيء وسيله يكمل باقي الاحتياجات. قبل كانت يمكن السيطره عليها يعني الوضع او الراتب اللي يطو والسوق او الغلاء المعيشه سبب، والاستثمار الدخل زاد من القدره الشرائيه وصارت القدره الشرائيه باغلب المحافظات، نسبه من الناس اللي بالخارج اجوا واستملكوا داخل المدن وعقارات مشاريع استثمار زيادة غلاء المعيشة. فالمواطن نعم. البسيط ما يستطيع أنه يكمل متطلباته وأهدافه المستقبلي، لذلك هو لازم يتجه إلى طريقة ثانية يقدر يحصل أكثر أجور في سبيل تحقيق أهدافه. خلينا نفترض فرضية معينة أنه اليوم إحنا شنو الظروف اللي لازم نهيئها للكوادر والكفاءات اللي غادرتنا والطاقات الكبيرة من مخترعين، من أطباء، من مهندسين، شنو الظروف اللي لازم نوفرها بالعراق حتى نقدر أنه نخليهم أو نكسب ثقتهم بالعراق حتى يساهمون ببناء المجتمع؟ ترجع الثقة، شلون نرجع الثقة؟ احنا اليوم المفروض احنا اليوم لازم من يعني نوفر للدولة اصحاب الكفاءات او العلماء الموجودين او اصحاب التجارة الخاصة او المشاريع الخاصة ذات رئيس الاموال، دول المفروض دول احنا نتبناهم. ليش؟ لان صراحة هم جايين يبنون العراق. انت من جاي شخص اليوم يبني العراق على مقولة ذكرتها هسه بالامارة سئلوا شيخ زايد قالوا له ليش تعطي استثمارات ليش؟ هو ترك لي بصمة، ترك بصمة هاي
عمارة فندق أو هذا المشروع التجاري، فهو بأول وتالي هو المصب والنقطة ترجع لمن؟ للأرض. الأرض اليوم أنا من أسلم شخص مستثمر لازم أسهل أموره، لازم كل المتطلبات اللي يحتاجها أوفر لها حتى هو يشعر بالأمان، يشعر بأنه الناس جاي يساعده في يبني المجتمع، يشجع الجهات الخاصة والمستثمرين ورجال الأعمال البقية بأنه هو يبقى يسولف في كل مكان بكل التواصل الاجتماعي بأنه يشجع الناس تعالوا استثمروا، أكو أمان، أكو تسهيلات، بنى تحتية جاي تشتغل، تسهيلات من قبل رئاسة الوزراء من كل دوائر العلاقة، فهذا لازم يتوفر لكل جهة جاي تخدم العراق وتخدم العراق على مود يوصل صوته للبقية الموجودين خارج العراق حتى يأتون هنا. خلينا ناخذك إلى الشارع العراقي، سوينا استطلاع بخصوص الهجرة العكسية، هل سوف يعود العراقيون إلى الوطن؟ وما هي الظروف اللي ممكن أنه لازم تتوفر بالعراق حتى نكسب ثقة الكفاءات اللي خسرناها على مدار السنين اللي فاتت؟ أكيد مع زميلي علي خشان. خلينا نروح نشوف هذا الاستطلاع ونشوف آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. مورنينج لايف، حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف، استطلعنا لي هذا اليوم بخصوص الهجرة العكسية، هل يعود العراقيون إلى الوطن؟ فخليكم يعني معرفة أراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. حنين إلى الوطن أكثر شيء، ولا الجيران والأصدقاء، وبالإضافة إلى أن الوضع المستقر يعني حاليا في البلد الحمد لله والشكر، ويعني أنا أدعو الأمن، الأمن طبعا نلاحظ يعني حتى بالوحدة بالليل 12 بالليل احنا نفتر بشوارع بغداد، ومن خلال قناتكم نوجه رسالة للمغتربين يرجعون للبلد لأنه وضع جدا تحسن وتمام. العراق حاليا ينهض من جديد من الأمن والأمان وإعمار، يعني العراق قديما قاعد يرجع من جديد. نعم، بكل حب وامتنان ندعو كل المغتربين الأخوة خارج العراق الرجوع إلى البلد. طبعا اللي يشجعني أنه أرجع البلد إذا كنت متغرط، طبعا هناك طبعا أنا كان قبل شهر رجعت، يعني كان عندي شغل برا ورجعت، أنه شفت هناك ماكو حياة اجتماعية، يعني أنت بس تشتغل، يعني عايش حياتك بس شغل، يعني ماكو ناس تسأل على ناس، مو مثلنا احنا هنا مجتمعنا عندك أخي يسأل عليك، صديق يسأل عليك، ألفة الألفة، الألفة بمجتمعنا أنه أخي يسأل عليك، صديق يسأل عليك، تقدر عندهم عندك فعاليات اجتماعيه تقدر تشارك بها، انه انت مهما كنت شلون الطير مهما يهاجر لازم يرجع للعش مالته، فاحنا بالنهايه لازم كل شيء يرجع البلد، كل واحد يرجع البلد، يعني اكو ناس قد ما تقترب بالنهايه هي اصلا مرجعها لوطنها. بالنسبه للمغتربين انا دا اشوفه هوايه يرجعون، حاليا تقريبا الوضع اختلف، الوضع الامني، الوضع الاقتصادي صار نحو الاحسن. أنا دا أشوف الموضوع هواية تحسن خاصة الوضع الاقتصادي، الناس، الشركات، البعثات اللي قاعدة تجي وتستثمر هنا، يعني هو ذا ما يعرف أنه هذه أرض خصبة للاستثمار وللحياة مستحيل يجي. مشاهدينا الكرام، مثل ما استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع فلا هنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وهذه عودة الزملاء بالاستوديو مورنينج لايف. شكرا علي على هذا الاستطلاع. خلينا نرجع مع دكتورنا أكيد أمير كاظم العارضي. برأيك دكتور اليوم شنو لازم على حكومتنا أنه تسوي حتى نقدر أنه نرجع جزء بسيط من الكفاءات اللي خسرناها اللي هي تساهم أكيد ببناء المجتمع؟ تعرض لهم عروض مغرية، تعلي رواتبهم، تسوي لهم حماية، توفر لهم الظروف اللي وفرت لهم يا الدول الغربية والعربية، شنو برأيك؟ بالضبط بالضبط بالضبط. اليوم على الحكومة التشريع المحلية بأنه السن قانون خاص للمواطنين الخارج العراق، يثبت لهم يعني من يأتون إلى العراق يثبت بأن لهم راتب مخصص يسد حوائجهم، لهم بيت سكني، لهم متطلبات التعليم الخاص، وإحنا غالبا وسائل التعليم الموجودة بدأت تتطور يعني على مستوى المدارس الحكومية أو التعليمية بتعليم التعليم الذكي والمدارس المتفوقين، ما تفرق حاليا عن المدارس اللي هم حاليا مخلين ابنائهم يدرسون بها. اما مساله عدم التاقلم او التاقلم مع عند العوده الى العراق من ناحيه اللغه، يعني مو فد شيء مهم، لابد ان يعني يتاقلم ويتكيف ويا الظروف، يعني شفت سنه يعني سنتين
مو فد شيء يعني لا اراد، لانه اليوم احنا العراقيين شوي احنا دمنا حار، معروفين يعني بهذا الشيء، فلا بد يكون صوتنا واحد. يعني ما نريدنا احنا الى متى تكون عايش غريب بالدول، الى متى تكون انت يعني نهايتك تكون اسمك غريب. دكتور برايك مو لازم اليوم الحكومه تعدل على قانون التقاعد والسلف من اجل اكيد جذب الكفاءات اللي احنا خسرناها؟ بالضبط ما تفضلتي انا قبل شوي حكيت على موضوع الراتب. خلينا ندخل بتفاصيله اكثر، يعني شنو اليوم اصحاب الكفاءات اللي احنا خسرناها، شنو الخطا اللي تشوفه بقانون التقاعد والسلف اللي ترفض انه ترجع للعراق؟ اللي ما اعطوه استحقاقه اللي هو يستحقه من ناحيه كان خادم كذا مده وخادم كذا خبره عنده وقدم مشاريع يستحق ان يكون هو من الكفاءات الموجوده بالعراق، المفروض له تقييم خاص يختلف. يعني اليوم تعرفين حضرتك انت اليوم اللي صاحب مثل الخبره والكفاءه وبراعه الاختراع ما اقدر اقيسه بانسان ما عنده هاي المعلومه، لازم يصير تدرج وظيفي بالسلاري مالته على مود شنو حتى يميزه، لان هذا تعب ووصل لمرحله يستاهل ان يكون يوصل للشيء اللي يطمح اليه. انا من طلعت حال المواطن العادي وطيت راتب تقاعدي بسيط والسلفه نسبه فائدتها كذا، يعني ما يستفاد انه يدفع اضعافه وهو مطرح قرض، فهذا اكيد يقول لك انا ما ابقى، ليش ابقى؟ انا اروح اعيش بغير مكان. فلا بد ان يكون تعديل على هذا القانون والدعم للكفاءات وهيك القدرات على مود يرجع يصير له طموح يرجع يقول انا عادولي حقي، عادولي اللي كنت ما راضي عليه، يرقى من ذاته ويبني يرجع يبني من جديد للمجتمع. طيب خلينا نرجع للعوائل والاطفال اللي تكيفت بالوضع خارج العراق، يعني اليوم اعتقد الدكتور او اي صاحب كفاءه يكون مهم جدا بالدول العربيه او الغربيه يستصعب دخوله للعراق بسبب اطفاله والعائله مالته من ناحيه التكيف ومن ناحيه التاقلم مع اختلاف اللغه. ست هذا الموضوع انا احكي لك على موضوع خاص بي شخصيا. نعم. انا عائلتي ساكنه في امريكا، يعني من رادوا ويرجعوا ابنائهم هم حشوا هذا الموضوع، ابنائك دارس يواجهون صعوبه باللغه، يواجهون صعوبه بالتاقلم والبيئه. هذا الموضوع في بادئ الامر حقيقه هو جدا صعب بالبدايه، ليش؟ لانه الطفل تربى وترعرع في بيئه تختلف عن بيئه العراق، من ناحيه الاسلوب، من ناحيه التعليم، من ناحيه المدرسه، من ناحيه اكيد من يرجع لهنا راح يلقي شيء مختلف جذريا، بس مو معناها بانه تاقلموا وبقوا سنه تاقلموا ورجعوا مثل مدرسه دخلوا مدرسه واتحوش بيان طبيعية مدارس بخطوط طعام وجبات بلغات متعددة، الإنجليزية مالكم نفسية فرنسية عربية مع عربي عفو، فموجود هذا يعني مو فد شيء صعب. يريد هذا يرجع من العراق واسم العراق ما وقفه بأنه ابنه ما تأقلم مدرسة أو شيء، لأن كل بلاني حاليا بالأخص المدارس اللي توفر هذا الشيء كاملة. طيب دكتورنا نشكرك، أكيد نشكر وجودك ويانا ومشاركتك عبر السكايب، نتمنى لك الموفقية وشكرا جزيلا على الحوار اللي هو نحن بحاجة إلى حتى ممكن أنه نحاول أنه نفتح العيون اللي هي مدى تشوف هذه الجهة المهمة، أنه احنا خسرنا هواي كفاءات هواي طاقات ممكن فادت غير دول للأسف الشديد، والآن نحن بحاجة إلى الكوادر الطبية الكفوءة اللي موجودة بكل الدول الغربية اللي هم صراحة تميزوا بكوادرها. شكرا جزيلا.
أكيد هم كوادر عراقية. شكرا جزيلا، أتمنى لكم الموفقية. ننتقل أكيد إلى كابتننا إيهاب عبد الكريم ونتحدث عن أهمية الكارديو، نتحدث عن أهمية الرياضة بحياتنا كمسك ختام لهذا اليوم أكيد بمورنينج لايف. أكيد مساء الخير كابتن إيهاب، شو الأخبار؟ مساء النور والعافية، أهلا وسهلا ست أنغام. شنو أمورك يا رب؟ تمام الحمد لله، الله يسلمك ويحفظك، الله يخليك. أكو طريقة معينة اليوم أي شخص يشترك بصالة رياضية يرفضها، أنه أول هو عنده كرش أو هي عندها كرش، جسمها غير مناسب، دايركت يروحون لرفع الأثقال والأوزان. المفروض أول شيء هو يبلش كارديو، فخلينا نعرف أهمية الكارديو بحياتنا. الكارديو اللي هو خلينا نفهم أكيد نعرف أول شيء الكارديو، وبعدين أهمية الكارديو بحياتنا بحرق الدهون والسعرات الحرارية. بالبداية أرحب بحضرتك بقناة السومرية على هذا الموضوع المهم. الكارديو احنا دائما تعريفنا للكارديو هو ارتفاع نبضات القلب وتوسع الأوعية الدموية. زين، الكارديو هنا الكارديو يجي بنوعين، اكو كارديو ثابت واكو كارديو متحرك. تمام، الكارديو الثابت اللي هو المشي مثلا نص ساعة او الركض مثلا 15 دقيقة هنا هذا. اما الكارديو المتحرك فيجي بهواي امور، المتحرك منها مثلا القفز على الحبل، التجديف، الايروبيك، الزومبغ، يعني ذن يصحوا لهن كارديو متحرك. زين، هاي بالنسبة للكارديو يعني انواعه وتعريفه. طيب اليوم يساهم الكارديو بشد الجسم؟ الكارديو طبعا عندنا الكارديو المتحرك اللي هو قلنا ذكرناهن زين، شيء اكيد يشد الجسم بس مو بنسبه 100%، مو مثل تمارين المقاومه. بس اذا كان ويا تمارين المقاومه يندمج فينطينا نتائج مخيفه ونتائج كلش قويه، يعني توصل مرحله بعض الاجسام مثلا من يشوفين جسم امراه او جسم رجل يعني يتمرن، وشيء اكيد وياها التزام نظام غذائي عباله مثلا يشوفون اكو عندنا نساء درب عبالهم سايات نحل، بس هو من خلال التدريب والتزامهم بالاكل شيء اكيد يعني يوصل لهيج مرحله واكثر. يعني نلاحظ انه بعض النساء دا يعانون من نتائج سلبيه مخيفه جدا من وراء اكيد عمليات النحت. نعم. تجمع الدهون باماكن معينه بالجسم صعب جدا ان انت تتخلص منها حتى لو تمارس رياضه لمده سنه، لانه هذه اللي يسموها الدهون المركبه، اعتذر، يحتاج لها طريقه، نوع دايت معين، نوع تمارين معينه. فخلينا اكيد من خلالك ناخذ همين ثقافه كابتن ايهاب، شلون نقدر نتخلص من الدهون المركبه التي تنتج اكيد من خلال عمليات النحت الخاطئه. احنا اليوم يعني خلي نكون يعني واضحين، بالنسبه اليوم اي شخص يريد نتائج سريعه ونتائج قويه لازم يكون عنده اولا صبر وعنده تخطيط، لازم يلتزم. يعني اليوم انا مثلا نعطي مثال، يعني انا وزني 100 كيلو وطولي 170، يعني عندي زياده بال 30 كيلو. اليوم هاي ال 30 كيلو اقدر انزلها خلال 6 شهور، واقدر انزلها خلال سنه، واقدر خلال سنتين. تمام، فانا اليوم اذا انا حاب ارتب من وضعي واوصل نتائج قيمه وقويه لازم التزم بالكارديو، لازم التزم بتمارين المقاومه، لازم التزم بالنظام الغذائي، لازم اسوي تحاليل. اكو تحاليل خاصه، يعني احنا يعني انا يعني قبل ايام اكتشفت في الشغله وقريت عليها اللي هي بالدهون، مو الدهون الثلاثيه، الكوليسترول شنو هذا؟ يوقف يعني من تنزيل الوزن ويزيد الوزن. يعني شوف هذا اكو اغلبيه العالم هاملته، بس هذا ارتفاعه يسوي زياده بالوزن، يعني عرفت شلون؟ فاكو امور وهواي امور لازم نعالجها بينا يلا مثلا نقدر نحصل على نتائج قويه. تعرفين الناس اللي ما عندها صبر وما عندها ايمان بروحها شيء اكيد ينتج لهاي الامور، وهاي امور النحت، وامور النحت انا يعني موجوده عندي، يعني انا عندي بنات، عندي
زين ولد مسوي شفط الدكاترة يقول له أنت حتى لو أسوي لك العملية لازم تمارس الرياضة، لازم تلتزم بالغذاء، عرفتي شلون؟ عرفت. فيعني هي يعني شيء يعني لابد منه. طيب خلينا نحكي على طرق معينه تساعد على حرق الدهون بشكل اسرع، يعني ذكرت تمارين المقاومه، خلينا نعرف شنو هي تمارين المقاومه كابتن ايهاب. تمارين المقاومه تعتمد على قلنا هوايه، عندنا تمارين الكروسفيت. نعم. اللي هي التمارين اللي القويه بتنزيل الوزن، تمارين مقاومه باوزان خفيفه بتكرارات عاليه بمده عاليه بشده عاليه، عرفتي شلون؟ هاي من هاي تنوضع شيء اكيد برنامج. اليوم استنغام لازم كل شخص له برنامج، صحيح. ماكو تدريب عشوائي. احنا يعني احنا هسه جاي يجونا هواي ناس يعانون من القاعات يعني اغلبيه القاعات، يعني ما نقول كل القاعات، لا الاغلبيه من عندها عدد يعني يتراوح بالنص واكثر. يقول اني يعني انا شخص عندي هسه يتدرب، يقول انا تدربت 3 اشهر بالقاعة مال حديد ما شفت نتائج، هامليني ما حد يجي يمي، اليوم إلا مثلاً أجي أطب يمه خاص يلا، يقول هسه من إجيت يمك بالكروسفيت وتمارين اللياقة البدنية يقول حسيت فرق خلال أيام تعتني بيتها، فهاي تسوي مشاكل وتخلينا تخلي العالم تلتجئ تروح تسوي هاي الأمور النحت والشفط وأمور القاص والمعدة ومن هاي الأمور. طيب اليوم البعض يفضل انه يرفع اثقال واوزان اكثر من تمارين الكارديو، ليش دائما اكو معلومه كلش خطا انه انا اليوم اريد اخفض وزني اروح ارفع اثقال وهو العكس صحيح؟ هو قلت لك يعني هو لا كارديو، يعني شوف هو لا كارديو ولا رفع اثقال، هو شيء مكمل للشيء. هو ستنغام اكو قاعده يعني احنا لازم نمشي عليها، القاعده الاولى يعني يعني هي قاعده نمشي بها نقاط. نعم. اولا التحاليل، اثنين التزام النظام الغذائي، ثلاثه نظام التدريب الخاص. اليوم كل ذن الثلاثه العوامل اذا ما تحققن ما راح نحصل النتائج اللي نريدها، خلينا نكون صريحين يعني مهم التحاليل، النظام الغذائي، النظام التدريبي، اخر شيء يجي النظام التدريبي. زين. وكل شخص له نظام تدريبي خاص. يعني أنا اليوم يجيني واحد عمره 50 سنة زين عنده وزن مثلاً 90 كيلو 80 كيلو، مثل ما واحد يجيني عمره 25 وزنه 100، لا هنا التمارين راح تختلف، النظام الغذائي يختلف، إذا كان عنده أمراض مزمنة يختلف، فكل شخص له برنامج وهدف خاص له. طيب هل صحيح انه الرياضه تحسن الحاله المزاجيه؟ يعني اكو دراسه وتقارير هوايه تقول اي شخص يعاني من حاله سلبيه، مزاج سلبي، عنده مشكله، عنده ضغوط بالعمل، عنده حاله طلاق، ممكن يعني متفشل بعلاقه حب، يقول لك روح مارس رياضه انت راح تحسن حالتك المزاجيه، هل هذا صحيح؟ شوفي ستنغام، هي يعني الرياضه هي الرياضه عامه ودائما يعني مو بس تحسن المزاج، هواي امور تطلعنا. يعني انت اليوم انت تجي تمارسين الرياضه راح تنسين الهم الغم المشاكل، انت جاي يعني مثلا شلون ترفهين عن نفسك، تنطين في الطاقه ايجابيه، هي الرياضه طاقه ايجابيه 100%. انت تشوفين يعني هسه اغلبيتنا احنا مسافرين، تشوفين على البحر او بالمنتزهات تلقين فد 20 30 واحد يمشي لو يهرول، عرفتي شلون؟ يعني هي الرياضه تنتج هرمون السعاده يعني والمزاج. صح. خلينا نعطي اليوم معلومه مرتبه من خلالك كابتن ايهاب، انه بعض الاجهزه اللي بيها نظام الجبلي، المشي الجبلي. نعم. ممكن كثرتها تسبب مشاكل بالركبة مالت الرجل، بالمفصل مالت القدم، فاليوم خلينا نعرف من خلالك كم مرة بالأسبوع ممكن أنه نمارس الكارديو؟ الكارديو ما محدد كم يوم وكم أسبوع، بس شنو محدد؟ طريقة بالطريقة والإمكانية. قلت لك اليوم يعني مثلا هسه ننطي فد مثال، انا جاني وزنه 100 كيلو، هل يصير اخليه يمشي على الكارديو ساعه؟ هذا المفاصل مالته تعبانه، يعني وزنه زائد يصير ضغط على المفصل، فانطي يعني تدريجيا، وبهالتدريجيا راح ينزل وزنه، راح اقدر احقق فد شيء قوي.
الكارديو يعتمد قلت لك حسب النظام، نظام التدريب. يعني مثلا نعطي مثال، انا يجوني اوزان شيء ثقيله وحتى من انطي بين يوم ويوم، اقول لك تمارس كارديو بين يوم، يعني مرتين بالاسبوع، اي اول اسبوع مثلا، الاسبوع الثاني انطيه اياه ثلاث مرات، وكذلك لان نقسم الهياء بين تمارين المقاومه بين تمارين الكارديو، حتى شنو يوصل المرحله هو ما عنده اي اصابات. انا الحمد لله والشكر يعني مو جاي اروج الروح وهاي، لا اشتغل بعلمية، يعني الحمد لله والشكر صار لي بالتدريب حوالي 9 إلى 10 سنوات كمدرب، ما صارت عندي اي حاله اصابه وهاي، لان شنو اشتغل شيء علمي وشيء مدروس وشيء خططي. طيب خلينا نتكلم عن النظام الغذائي من خلالك، شلون نقدر عن طريق النظام الغذائي انه نحرق دهون بشكل اسرع؟ دائما بالنسبه للنظام الغذائي، الانظمه الغذائيه هوايه انظمه موجوده، ونرجع ونقول دائما انا اكد عليها من تعتمد حسب الشخص، يعني مثلا يجيك اليوم ابو ضغط ابو سكر، يجيك انسان عادي عنده وزن عالي، اليوم يجيك مثلا انسان رياضي هو اصلا رياضي صاحب انجاز بطل، هذا النظام الغذائي ما تختلف عنها. دائما نعرف احنا النظام الغذائي يتكون من كربوهيدرات، يتكون من بروتينات فيتامينات، ثاني كل هني دخلت حسب نظام خاص اصله، بس هي بالعامه يعني عاميه نبتعد، يعني اي شخص مثلا يبتعد عن الدهون عن السكريات، يعني يمارس وجبات خفيفه يعني مو ما تتخم، هذا الشيء يعني صحي. طيب النتائج اللي دائما يعني يريد يشوفها اللي يتدرب واللي يريد يفقد وزن بشكل اسرع، المشكلة أنه إحنا جداً عجولين، فبرأيك يعني ويا الالتزام بالنظام الغذائي ويا الكارديو ويا رفع الأوزان ويا تمارين المقاومة ويا كل الستبس اللي ذكرتنا إياها، إش قد نحتاج وقت حتى نفقد وزن ويبين علينا التغيير؟ هنا تعتمد على عملية الأيض، عملية الحرق عند الشخص، عمليات اليوم مثلاً اي هسه اليوم مثلا حضرتك عندك يمكن عمليه الاكثر 80%، حتى لو عندك زياده بالوزن تقدرين تفقديها بسرعه، اكو شخص عنده عمليه الايض 30%، اكو شخص 50%، تعرفين هاي متفاوته، يعني مو شيء يعني، بس هي الرياضه من خلال ممارسه الرياضه راح تصعد عنده عمليه الايض، عمليه الحرق. فحسب الاوزان مثلا اكو اوزان بالشهر يفقد مثلا 7 كيلوات، اكو واحد 6 كيلوات، اكو واحد 10 كيلوات. قلت لك تعتمد على هواي امور، على امور تحاليل نظام غذائي، يعني متفاوته الاوزان مو يعني ثابته. طيب اكو دايت نسائي ودايت رجالي، يعني انواع من الدايت، الكيتو، الكيميائي، شنو الموجوده من الدايت هذا العادي الى الصيام المتقطع، يقال انه هي تنقسم لجنسين، اكو دايت خاص للنساء واكو دايت خاص للرجال، ممكن انه من خلالك نعرف شنو الفرق من بينهم؟ والله يعني هي قلت لك هواي مصطلحات، احنا كلمه دايت يعني ما نستخدمها بالعلميه الصحيحه، احنا نستخدم النظام الصحي، النظام الغذائي الصحي، عرفتي شلون؟ النظام الغذائي الصحي بالنسبه لنا احنا، يعني انا بالنسبه لي كمدرب رياضي زين، يجون ناس تريد النظام الصحي مالتي كل شيء بي وبيه هواي وجبات، مثلا 4 وجبات 5 وجبات 3 وجبات، ماكو فرق بين النساء والرجال. زين اليوم هو هذا كائن بشري وهذا كائن بشري، هذا عنده زياده وزن هذا عنده زياده وزن، صح مثلا هذا هرموناته تختلف عن هذا، بس اذا كان هذا اليوم هرموناته صحيه وهذا هرموناته صحيه فما راح يفرق نهائيا يعني النظام هذا عن هذا، بس قلت لك شنو الاختلاف، راح الاختلاف بالعمر، الاختلاف من شخص لشخص بهواي امور، عرفتي شلون؟ اللي من ضمنها العمر، اللي من ضمنها الوزن، هيك فماكو اكو شيء. بالنسبه للكيتو هاي امور يعني احنا ما نستخدمها لان بيها هواي امور، يعني بيها مضار، حتى الصيام المتقطع مو اي شخص يرغم له صيام متقطع، صحيح يعني مو اي شخص. اي اليوم مثلا انا شخص جاني هسه صار له مثلا ما مارس الرياضه سنين، مثلا 3 سنوات 4، راسا اجي اسوي له صيام متقطع راح اسوي له مشكله.
والله كابتن إيهاب احنا دائما بحاجة إلى نصائحك الرياضية صراحة، خاصة أنا رياضية، الشباب اللي ويانا كلهم ما شاء الله عليهم الجيم أول بأول، يعني حتى الكادر برافو عليكم، العضلات ما شاء الله بارزة. أكيد شكرا جزيلا كابتن إيهاب، يعطيك العافية، نلتقي بك بحلقات أخرى. شكرا جزيلا على الثقافة اللي دائما احنا بحاجتها. إلى اللقاء، شكرا جزيلا مشاهدينا، إن شاء الله كفينا وفينا أكيد من خلال برنامجنا مورنينج لايف، مستمر رحلتنا وياكم نهاية الأسبوع إلى يوم الخميس، إلى اللقاء.